السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن، جايب لكم اليوم فيديو جديد القلوب من حديد اللي نلعبها بالمملكة العربية السعودية اللي تحولت عق أرابيك إمباير. نكمل في السلسلة ونشوف إن نقدر نوصل. حاليا يا شباب يعني وضعنا في الحرب جيد، لكن عندنا مشكلة مثل ما وضحوا الشباب بالتعليقات بالفيديو اللي طاف، أن عندنا مشكلة بالمان باور، عندنا صفر نحتاج أن نرفعه. بس من خلص الحرب هني راح نقدر نتعامل معاه بشكل أفضل. في نقطة إضافية، في واحد من الشباب اللي هو لوفي، واحد من اللي قاعد يعلمونا الأمان اللعبة، اقترح أن نخلي الحلقة الجاية بث مباشر. علموني رأيكم بالتعليقات تحت، وإذا عاجبكم يعني الفيديو حابينكم تتابعون فيديوهات أكثر من سلسلة قلوب من حديد، اتأكدوا أنكم تشتركون بالقناة وتكتبوا لنا بالتعليقات تحت كم حلقة تبونها نكملها. يعني احنا 5 حلقات كان الهدف، ممكن نخليهم ل10 حلقات، ممكن ل15 حلقة، وممكن يعني يغلبوننا في الحلقة الجاية ونطلع برا، لكن مو هذا اللي نبي نتكلم عنه. نبي نكون إيجابيين في الموضوع والمحتوى. فهذولا قاعدين يدافعون، يعني الشباب قالوا لا تخليهم كذي، عطهم ديفنسيف لاين وعطهم على خط الحرب هذا وهم يحاربوا لك عليه. على طاري خط الحرب، انا افكر اني ادز اعدل العلاقات مع العراق. ربعنا لازم نعدل العلاقات وياهم، يستاهلون. الشغله الثانيه اللي بنسويها، عندنا هني اذا جينا حق المنطقه هذه ودي اني ازيد المان باور عندنا هني 5%، فاذا قدرنا نجيبه راح ينفعنا بشكل كبير. وعندنا تكنولوجيا زايده راح نحطها على الميلتري بوليس عشان ما يقومون علينا بثوره الناس، من نقدر نسوي ميلتري بوليس. على طاري ميلتري بوليس اللي هي الشرطه العسكريه، وين راح نحطها؟ 0.9 0.09 بالكويت، احصى ما يحتاجون واجد. لا 51%، يعني حابيننا. اوكي عاشت لنا الكويت. كم واصلين هنا؟ 2 فاكتوريز، يا سلام. زين اللي تحت هني هذه فيها 1، هذه فيها 5، 26% الحين الكمبلاينس. قطر ما شاء الله 52%، وعندنا هني الامارات، اوه الامارات 100%. الحين نبي ناخذ الاراضي هذه، نبي نهجم عليهم تحت. عندنا ديسيجنز قلنا خلوها على فتره. المان باور مشكله كبيره، والميسنج اكويبمنتس اللي هم شنو يا شباب؟ انا احب الدبابات، لازم نطلع الدبابات. سبورت اكويبمنت يقول ناقصه اللي هي هذه، عطنا سبورت اكويبمنت، ما تخرعني. شيل لي 3 اخ، ليش ما تقدر؟ ما يستخدمون شيء ولا شو السالفه؟ يمكن يبون يوديهم فوق، ما ادري، يمكن لازم نمشي اللعبه بعد. ايضا الدوك يارد اعتقد انه ماخذين منه مساحه. الدوك يارد للامانه عندنا 308 كونفوي، مو قاعد نستخدمهم كلش، ما اعرف شلون نستخدمهم، فخلي الدوك يارد على صوب. الحين المعركه اللي هني قاعده تستمر، والله خطر علينا. والمشكله مثل ما قلت صفر مان باور، اتوقع انجلترا عندها نفس المشكله، لان قاعد تخسر، قاعد تحارب اكثر من جبهه، وعندها الجبهه الجنوبيه اللي هني، وغير المشاكل اللي قاعد تصير عندهم مع المانيا. وعندنا يعني اتوقع عندهم جيش هني، ما عندهم؟ لا، هذه بريتش راج الظاهر، معطينا الهنود قالوا لهم يلا تعاملوا انتم مع بعض. فنبي نركز على شغلنا هني. 8 هاجمين على 6، هذول راح يقدرون يفوزون. هذه 4 عندهم هني، حلو. فقاعد يحررون ربعنا المناطق الثانيه، نمشي اللعب. عندنا هني هذه والله زينه، 2-2 بس فايزين ربعنا، حلو. هذا قاعد يتحرك، يعني تحركات الربع هني 100%. قالوا الشباب شغله بعد، قالوا تضغط على هذول، مثلا احنا نبي خالد نبي نعطيه الحمايه 24، نعطيهم الخالد راح يقاتلون وياه، مهمتهم الاير سوبريورتي والكلوس اير سبورت. شغلهم كلهم قالوا لي، شغلهم كلهم، ما تخرعونا. فخل هذول يشتغلون من الناحيه هذه. اللعبه طبعا الحين شغاله، الطيران راح يجي فوق، هذه جايه تحمي القوات اللي عند خالد هالصوب. والله خالد عليه ضغط كبير، ما قصر الصراحه. شنو اللي شاب توه؟ نوت انف مان باور، ما عندنا المان باور، هذه المشكله الاساسيه عندنا. فنحتاج 150، من نوصل 150 راح نعطيهم هذه الميزه، وراح نقدر ناخذ من الشعب، لان نحتاج مان باور. عندنا الحرب اللي هني، ربعنا هجموا من فوق، وش طاح لهم خسرانين، فنحتاج ان نضرب باسرع وقت ممكن
على الجبهة هذه 89، يقول يبي له 37 يوم ولا 42 يوم. ليش 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 قاعد تخسر 90؟ شو السالفة؟ 22 متعادلين متقاضبين للحين، فهذول يقدرون يدشون عجل على الناحية هذه. مع ان اليمن قالوا لنا ترى اليمن قوية جدا بالدفاع، فما ودك انك تحاربها. هني 92%، ايش قاعد يصير؟ 92% قاعد يفوز الحين، قاعد يخسر، قاعد يفوز، ما عرفنا على بالضبط. الجبهة الشمالية والله زين خالد، فيمكن لو نعطيه، لو نعطي عثمان على راحته اتوقع انه راح يكون افضل. بس ايضا نبي ندمر بسرعة. هذول دخولهم على الجهة هذه عطل اتوقع الجهات الموجودة هني، فخلهم. شنو اللي طلع لنا هذا؟ صوت غريب. Available planes in reserves. اوكي ندري ندري، بس ما عندنا ناس، ما عندنا شعب. نحتاج نرفع هذه يا شباب، ايش فيكم؟ مو فاهميني عدل. اوه هذه انعزلت يا خويلد، ايش قاعد تسوي؟ خلود متفقين احنا. Trait not active when commanding an army. عجل ليش محاطها يعني؟ All stats minus 1. متى تخلص؟ 25 يوم باقي له. يلا ما عليه. هذا دنزل عندنا واحد. حلو. حلو. ومدام العراق للحين حبايب، ماكو مشكلة عندنا. خذينا هذه. حلو. هذا اللي نبي. هذا اللي نبي. ثلاث كتايب هذه. تقدر تنزل لي هني. الخمس كتايب. تقدر تصعد لي فوق. لأن عندهم أربع كتايب هني وهذه أقل، صح؟ لا تدري شلون؟ تدري شلون؟ زيد هذه كتيبة هني، هنجمها على هذا. وهذولا ثلاثة. هني أربعة اللي راح يصعدون فوق، راح نقدر نتعامل وياهم بشكل أفضل أتوقع. دريس كونفرنس، لحظة لحظة لحظة. لحظة لحظة، جابان توك 24 ستيتس. ولا؟ خذت الصين. 31,000 إكوبمنت. Uncertain times، لا قاعد يخرب العالم. ولا اليابان. Reorganized government of China. وهذه منغوليا، المغول طالع شار فيهم، طالع أراضيهم مش كبر. هذول اللي قاعد يكلموننا منشوكو منغوكوكو هبي. الصين وحدة وهذول كلهم صاروا تحت راية وحدة. الحين عند هذول لازم يهاجمونهم، لازم يهاجمونهم يكملون عليهم. خالد للحين وضعه صعب، جايب هذا دبابات بانزر كفو. هذول الربع، هذول الربع اللي تعتمد عليهم. اللوجيستيك شلون عندنا؟ اللوجيستيكس هذول اتوقع انهم قاعد ياخذون علينا شيء، نقدر نتخلص منهم. ما نبي 308، شلون؟ شو تسوي هذه؟ ها مو حاطين لهم ناس اصلا، اوكي ماكو مشكلة. فايزين بالحروب كلها؟ فايزين بالحروب كلها. هذول يقدرون يتقدمون الحين. عشان نخسر بحرب وما يزعلون انتم يا الانجليز بعدين ما يحاربوننا، نبي الحرب الحين. اوه ايطاليا منزلين بعد قوات، يا سلام عليكم يا الطليان. عز الله انكم ذخر. كفو كفو. المانيا هونتوا. ابيكم تجون عند خالد يا المانيا، ايش فيكم؟ هذول انزالات قاعد تصير. خمسة. ها هذا انزال بعد. الشباب قالوا الصوت هذا اللي تسمع ترى انزال. ها المانيا منزلين عندنا قوات هني، شنو؟ انفنتري ديفيجن مشات. وهذا البانزر دبابات، وهذا الايطاليين جايبين بعد قوات هني. يبون ينهون انجلترا. هذه فرنسا طايش كثر واصله. وهني نازلين الالمان قاعد يكفوا والله. هي هذول الربع. يلا يلا احتل خالد، ترى بس انت اللي قاعد ينطرونك الرياجيل. اما انت المنطقة كفو كفو. والله قاعد يشتغل خالد، مو مقصر فيهم. هذول الطليان جوك. كفو والله. سناد. خلنا نخلص عجل من هذول. هذي سكري على هذول. ادري اكثر منك بس ما علي. انت سكر عليهم من هني. هذا واحد ضد المجموعة هذي، اتوقع راح نقدر نفوز. انتم دشوا على المنطقة. هذول ولا واحد فيهم لي، كلهم ربعنا جايين يفزعون. ايش دنهم رياجين؟ هذه والله الفزعه. زين هني هذا جاي ويا ربعه. حلو. الحين 92 المان باور، للحين عيني عليه، للحين عيني عليه. زين شنو هذا؟ The Fall of Hong Kong. المشكله اذا دشت هذه قاعده تحاربنا واليابان عاد لقاها في اليابان. زين شكو انت بامريكا؟ متى 41 هي صارت ولا ما صارت؟ هي قلت انها صارت وخلصت. هذه 59 دشوا ويانا الالمان، ولا احنا داشين مع الالمان، ولا شو السالفه؟ كتيبه واحده. شلون؟ اخ هذا شنو؟
يمكن عنده جيش هو، انا داز واحد، هذول خياله. كفو، خل ربعنا الحين لازم نعوض، فما نبي ندش معارك زياده. هذول الحين كم والله الحين عنده قوات هذا الانجليزي، بس قاعد نستهلكه مع ان عندنا الطيران قاعد يشتغل عليه. الصين دازيلنا يقولون نبي نصير ربعكم، ماكو مشكلة. انتم ما تصيرون ربع. نقدر ناخذ منهم اغراض، زين العلاقة الحين. ها ساعد 58، حلو حلو حلو، يعني ربع يعني حبايب، هذا اللي افهمه منكم. 55% خسارة هني، بس انه ربع داشين من كل مكان فوق ولا شو الوضع؟ والله شكلهم الحين قاعد يقسمون، الحين قاعد يضبطون الشغل. شنو هذا؟ ينان يبون يسوون انجريشن. يا الربع بعيد، انتم بعيد، ما لي شغل فيكم، دش انجريشن. عندنا شنو هذا؟ طيرير 5 سبورت اكوبمنت. الظاهر قاعد ينتجون هذول ولا لا؟ واحد اللي قاعد ينتج. خفف لي طيران، زيد لي هذول السبورت. ميسنج اكوبمنت، شنو تحتاج؟ تكتيكال بومبر. من وين طلع لك تكتيكال بومبر؟ هذا الكاس اير سبورت، هذا اللي فيه. لا تطلع لي تكتيكال بومبر. هني شنو اللي قاعد تطلع؟ 19 فايتر. اتوقع كافي الفايتر، اتوقع كافي. طلع لي كلوز اير سبورت، طلع لي كلوز اير سبورت. شيل هذا. تدري شلون؟ لا تشيل هذا، حولها كاس. حلو، شيل هذا. اعتقد كذا الطريقة افضل من انك تكنسلهم مرة واحدة بعدين تبلش. ما ادري، انا الحين قاعد اشير يا الربع، وتدرون اني الحين قاعد اشير. والله هني حرب كبيرة صايرة. هذول الحين قاعد يقاتلون، وربعنا قاعد يحاربون ويانا. حلو. دشوا ربعنا من فوق، هذول داشين هني. هاي 3 كتايب عندنا جديدة. ها هذا اللي قاعد يقول. روح مع خالد، الحق على خالد. لا عاد تجند لنا، وقف تجنيد. ينطر. خلي يخلصون شو اسمه. الحين فور رينفورسمنتس، الباقيات كلهم عادي. لا الجارسون خله اوكي. فور رينفورسمنتس اوكي، خلهم كذا. هذا تقدر تصفله. ابيك تساند القوات اللي عندنا اللي هاجمه، اللي قاعد تدافع على الحرب هني. شوف والله ان عندهم حرب هني، نبي نرجع الشام وناخذ ليه مصر اذا نقدر. والله ايطاليا كلت انجلترا. اتوقع هذا ما حصل في الواقع يعني. اوه هني عندهم قوات. بلجيكا، هبي بلجيكا. حلو، هذول الاربعه ايش قاعد تسوون؟ تقدرون تدشون على هذه دبابه عندكم هني. ربعنا قاعد ياخذون الاراضي كلها. احنا مو قاعد نسوي شيء، بس ان قاعد ناخذ الاراضي. 100، نحتاج اكثر يا الربع. هني للحين ما اشتغل الريسيرش. شنو عندنا؟ عندنا الكونستراكشن، بنيان للحين. البنيان، تعال البنيان ايش صار يعني. هذا يحتاج تصليح. لا كم يوم؟ 107 ايام. زين هذا 214، ايش قاعد تبنين انت؟ سيفيليان فاكتوري زياده. ها عندنا 6 من 6، ليش 6؟ وين السته؟ وين رايحين؟ اوه 7 صاروا. كونسيومر جودز، هذه المشكله. عشان كذي لازم تضغط هذه تنقص الكونسيومر جودز قبل تبلش الطيران، قبل لا يبلش. حلو، الحين يا راشد صار راشد، خلاص غيرنا اسمك. شلون تقدر تغير اسمه؟ اقدر اغير اسمك؟ ما اقدر اغير اسمك صح؟ هقت اني جبت العيد مره ثانيه، بس ما عليه. وين حطنا فرونت لاين؟ اف يو درو اوكي، شكرا. نبي اوفنسيف لاين، ابي هذي. اوفنسيف لاين، تعلم شلون ترسم عبد الرحمن. ابي هذي كلها. لا ارجع، ما نبي هذي، نبي هذي 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 هذي. لا صار واجد كذي. ديليت اوردر، ديليتور. اوفنسيف لاين اوكي، قاعد تمشي صح؟ ابي هذا. لا 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 لا، ما فهمتني
اسمع اسمعني اسمعني، كنسل اوامرك، كنسل اوامرك، كنسل اوامرك، اخذ الفرونت لاين هذا يا خالد. اسمعني، فرونت لاين وبيك تصير اوفنسيف وور على هذولا. حلو، اوامرك هذه كنسلها، كنسلها، ابي اوفنسيف وور على هذه. ثلاث خطوط نبي، هذا اول شيء، there are no units، هذا 14. اوكي، يعني الاوامر الثانيه كلها مو شيء. ها شلون اشيله؟ طق على هذا، حلو، صاروا هني. ها يلا خليك خوش ولد وامسك الموقع هذا على ما نجيك، هنا قاعد ننظف المنطقه اللي تحت. هذولا 95%، باقي لهم اقل من يوم. عندنا هذولا ما يقدرون يفوزون، ما يقدرون يفوزون. خلكم خلكم ورا، خلكم ورا، عيد عيد تنظيم نفسك. 108 هني، بلشوا الحركه، بلشوا الانزالات. مستعد؟ ما استعديت صح؟ اكسكيوت، ما علي منك، روح اهجم عليهم. دز 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 هذا، دز هذا على دمشق، دز ابكي، خذ دمشق، روح روح خذ دمشق. حرر لنا دمشق، هذه بروحها تبي تقلب اللعبه. دمشق تلقى عاد عندها مصانع وخير. يلا يا الربع اهجم. United Mexican States. اخ المكسيك يا حبيبي. خلاص خلاص، ندش على هذولا، ندش على هذولا، ندش على هذولا. انت لا 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 تدش على هذولا، دش على هذا. عمق عمق، ما يصير كذي. ها اوكي، خذ خذ لي تل ابيب، خذ لي تل ابيب. انت خذيت لدمشق، وش دنك حرج؟ خذ لي هذه، وانت خذ لي هذه. هذه دمشق، هذا الجولان، ما فيها الا مصنعين. افا قلنا دمشق. هذا ايش قاعد يسوي؟ اكتيفيت كليك. لا لحظه، شنو هذا؟ ريزيستنس اوكوبيشن، يبي يجونكم، يبي يجونكم، ما عليكم، لا تحاتي يا اليمني، ما عليك، يبي يجونكم. دشوا دشوا عليهم، دشوا عليهم يا الربع، دشوا على هذولا. وانت خذ هذي، وانت خذ هذي، وانت وصل لي على هذولا. شنو هذا؟ بيرو، بيرو دازيلي مشات ليفل واحد ولا؟ يلا اعطونا اعطونا، ما راح نقول لا. انت كمل لي، كمل الحدود هذي، كمل الحدود. اتريشن 30%، قول لي اتريشن يعني شنو اتريشن؟ اهب يا خذب، اهب يا الايطالي سبقني. خذوا لي تل ابيب، لا تروح عليكم تل ابيب. والقدس لازم القدس. الايطالي دش علينا يا الربع، روح روح فوق، روح فوق، روح فوق بسرعه بسرعه. خذ هذه، خذ هذه. انت خذ البيروت، وانت صعد لي فوق. هذا ايطالي اهب جاي يسرق. خذ لي بيروت، اهم شيء بيروت وتل ابيب، وخذ لنا النصير. هذا انجليزي مدافع الحين. يلا يلا. عثمان عثمان يلا شد حيلك. ها مالك، ما خليته يتحكم جنوده حتى، شد حيلك بعد. ها اربعه، دش لي على هذه، حتى لو خسران دش عليه. اثنين دشوا لي على هذول، انتم دشوا لي على هذول، وانتم دشوا لي على هذول. يلا 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 يلا، خذوا لي هذه، خذوا لي هذه بعد. عاشوا عاشوا الربع، عاشوا الربع. هذه لنا ولا شنو؟ عرب كينجدوم 2 ديفيجنز. عاشوا بيروت، خذيناها.
هذا عدو ولا شنو؟ والله ودي ناخذ جنوب كذي نزل لي عليهم كذي. انت بيك تروح هنا والله حمص. روح 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 حمص. ما شاء الله يا سوريا الشام داخلها. أليبو يعني الشام صح؟ على حسب خبرتي المحدودة يعني بالكلمات الإنجليزية. الله يعطيكم العافية، الله يعطيكم العافية، تكنولوجي شيرينج وصلنا لها. حلو. الحين يعني شنو عندنا؟ يعني عندنا تكنولوجي زيادة. هذه سلوت زيادة ها؟ عطنا سلوت زيادة بعد. ليش مرة 50 فاكتوري أبي هذا؟ خسي. انفراستراكشر ليفل 2. حلو. حلو. وين نروح الحين؟ روكت؟ صواريخ؟ نخربها شوي؟ ولا نطلع هذول؟ خلينا نطور هذول اكوبمنت. المفروض هذا من اول شيء يعني. عطنا روكت، عطنا روكت. خلينا نستانس صواريخ وشغل عدل. شنو عندك انت؟ ام ان ام 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 189 خط سلاش 30 شنو؟ 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 زين حطوا لي شنو؟ ما اعرف انا، ما اعرف ايش دراني؟ ايش دراني؟ الحين عندنا ريسيرش زياده. هذا نعطيه حق العقيده، عطنا ديب لاين. ها تصرف 100 عشان تلفل. لا انا اوريكم، بالمية وين راح نصرفها. بس خلي يمر الوقت شوي. انت بيك ليه؟ شنو هذه المدينة؟ هذه المدينة شو اسمها؟ باتمان! شيف باتمان! زين، أنت شكلك إيطالي هذا مو ربعنا. ربعنا. أنت واقف لحالك ها؟ دش على تل أبيب. وأنت واقف لحالك، وين رايح؟ دش على تل أبيب. وأنت وين رايح؟ وين هني؟ روح لنا لهني. لا يبا لا، ما عندنا مدات، تعالي. حلو، كم مصنع الحين عندنا؟ 6 ها؟ حلو حلو حلو. خلصتوا هذولا، أخ سيفيليان فاكتوري، دوك يارد متعور بعد، دزه فوق. كم يوم يبي لك؟ 19 يوم، يلا ما عليك، قاعد تمشي الأيام بشكل سريع الحين قاعد تمشي، لا والله بشكل بطيء وكل شوي قاعد أوقف. للأمانة يعني عشان أكون وياكم صريح، كل شوي قاعد أوقف اللعبة وقاعد أقرأ وشو تعبت. عشان يعني ما اعطيكم معلومات مغلوطه. وسترن بلقان، شنو وسترن بلقان هذه؟ نورث ايست افريكا. والله من عطينا قواتنا حق هذا مستذبح على عمان ها. كلكم على عمان ما استذبح عليها الا فيها شيء. انت وين رايح؟ اخذ لي هذا. وانت وين رايح؟ اخذ لي هذا. انت وين رايح؟ انت رايح لي على حمص. اخذوا لي اياهم كلهم. يلا شد حيلك يا عثمان، مو عثمان، خالد اللي فوق. زين دشوا انتم يا ربعكم لو تقدرون يعني تدشون مع ربعكم. الحين احسن وقت تدشون مع ربعكم، قبل 5 دقائق كان احسن وقت تدشون مع ربعكم. وي ار ات وور، يا ربع احنا بحرب. شنو هذا؟ زين يعني احنا ولا مو زين؟ ايش كثر احتلوا منا؟ اخ اعلنوا الحرب على الاتحاد السوفيتي، ليش؟ ليه يا ولد طعش قبر ديارهم ونداش عليهم، ايش تنك؟ هذا عيب انك تسوي اللعبة تاريخية، تقدر تكنسل ان اللعبة تكون تاريخية؟ Game Options Audio Accessibility Back Game Options Game باك. زين خلينا نكمل الحرب. اخ خذاها ها اهب يا الايطالي اخ فيتشي فرانس. شنو فيتشي فرانس؟ اخذوها يا الربع. لا خذينا الاردن ها، بس اهم شيء خذينا الاردن. سوريا زين نبيها سوريا، ليش ما اعطينها؟ ما دش ويانا الفرنسي.
كله من خالد. حط هذا، روح حق قمشلي، انت روح حق قمشلي وانت روح حق عين العرب. بس خذينا عمان، ها؟ اهم شيء اهم شيء اهم شيء. الحين عاد ما في حروب، ريحوا. زين هذا شنو يعني؟ هذا لازم نقطع امداد، انقطعنا امداد راح. بس لازم نفوز بالمعركة هذه. دشوا اثنينكم مع بعض، يعني اثنينكم طاقم مع بعض. 10 كتايب، 400 زاد الشعب، راح الشعب. شنو يبون؟ اوه المانيا بيكلمونا، ولا يبون نعلن حرب على هذول كلهم. يلا يلا نعلن حرب، شو نسوي؟ يلا يلا معك معك. هذا قاعد ياخذ المدينه هذه كلها، خل حتى لو تاخذها فرنسا، ولا صارت هذه فري فرانس، صارت عدو. توها فيتشي ولا هذول يتحاربون؟ اي خلي ياخذونها، خلي ياخذونها، على الاقل تصير عندهم حرب، تصير عندهم معارك زينه. تركيا والله اني مو جاي اخذكم، وبالعكس بالعكس، ربع ربع حبايب، تعالوا تعالوا صيروا ربعنا. الكونستراكشن شلونه؟ 4، يا سلام 7، يا سلام 50%. اي شغل سن، شغل عدل. جوك 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 الرايات، جوك الرايات، كفو، غطوا لنا كل مكان. الحين فل تدريب، تلقاه هذا 5% يجند من الشعب، ولا هذول احفروا وعدلوا مكانهم. جاك هذا، هذا كلهم كلهم قاعد يرجعون. عاشوا عاشوا. اتوقع هذه عندنا مشكله فيها، اتوقع عندنا مشكله فيها. بس الحين نقدر نقدر نعوض، نقدر نعوض. الاستابيليتي عندنا مشكله كبيره فيها، وايضا نبي نحتاج النقاط هذه عشان نقدر نجند ناس هني. ف insufficient resources، شنو insufficient resources؟ هذه هذه شنو عندنا؟ التواير ناقصه، الستيل ناقص، النفط ناقص. هذولا كم يبي لهم؟ 24 يوم على ما يخلصون. 7 مصانع عندنا، 6 نشتغل فيهم. حلو حلو. مطار عندنا خربان بعد. خل نمشي الوقت، نحتاج نمشي الوقت، نحتاج نمشي الوقت. بس ان نرجع كل الاراضي. تعالوا انتم كلكم احتلوا لي هذه، انت روح لي كذي. هذول انضموا لنا بشنو؟ كولونيال، ما ادري شنو يعني هذه، بس الظاهر انها زينه. طورنا الميلتري بوليس حق ليفل 2، هل نقدر نطورهم هني ولا ما يحتاج؟ مو هني، احنا حاطينهم هني، ما نحتاج نطورهم صح؟ باك، فهذا راح صح راح يزيد السبريشن عندنا. حلو، فشنو عندنا التطوير الجايه؟ نقدر نطور بعد مره. حلو، هذا اللي نحتاجه، هذا اللي نحتاجه. المعدات شلونها؟ قاعد تنتجون كل شيء 100%. الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه. مشي اللعب مشي اللعب مشي اللعب. هني هذول اوه لا، زين الشغل زين الشغل، قاعد يعبون بعد تحت. لو تلاحظ هذا جاينا فل افريج سترينج، فل مع متوسط القوه. هذول جو ربعنا من كل مكان هني، بس جنودنا مو قادرين نسترجعهم عقب ما يموتون، مو قادرين نسترجعهم. فنحتاج اخ، هذا داش على طول المعركة، رفيقنا اللي داش. ها انتم مو داشين؟ لا والله رفيق. دش وياه دش وياه دش وياه، اهجم. وهذول ايش صاير عليهم؟ داشين هذول. ابي معارك شاملة هني، كلكم دشوا من كل جهة واقطعوا عليهم امداد واكلوهم. ما عندهم امداد، ما عندهم، ما يقدرون يسترجعون قواتهم. فهذا 36% اتريشن بعد، ما يقدر يسترجع شيء اصلا. انتم هذول والله انترنشت ولا شنو؟ انترنشت ها؟ هذا 30% وهذا 25%. والله وضعهم طيب هذول. دش عليهم. انت روح هني. حلو، صايره المعارك هني، نبي ننظف منطقتنا ونتخلص من كل الاعداء الموجودين. وضعنا زين، وضعنا زين. مش اللعب مش اللعب.
باقي عندنا بس نفوز في المنطقة هذه، بس والله دفاعهم عالي، دفاعهم عالي حيل، خصوصا انهم انترنش. بس ان نحتاج، انا ايش قاعد اقول، نحتاج نرجع كل قواتنا. خلنا ناخذ هذه، خلنا نشيل الاربع كتايب الموجوده هني. انتم سيده تعالوا هني، سيده تعالوا هني. اخ هذا وين رايح؟ يعدل الاستابيليتي هني ولا ايش الوضع؟ ها اذا زدنا الاراضي هني بعد نزيد المان باور صح؟ حلو 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 حلو، ما طلعت على بالي الفكرة هذه. انتم الموجودين هني ابيكم تاخذون، كنتم ماخذين وخالصين، ابيكم كلكم تجون على المنطقة هذه ونحارب المدينة اللي هني. هذا بعد عندنا مطار، يا سلام والله وضعنا طيب. طبعا اكتشفت اللي خطأ كنت مسويه، اني حاط ابيه يجند لي وحدات زيادة، مع انه كان عندنا نقص بالوحدات الموجودة هني. جبت خالد وعطيت الامر انه يحتل كل شيء هني، اعطيته فرونت لاين والسوالف الحلوه هذه، فتقريبا يعني راح يقدر ينتصر في المعركه بالجبهه هذه. بعدين عاد نقدر ننتبه حق المقاومات اللي قاعده تصير هني. حولتهم حق مارشال لو اللي هو القانون العرفي، اذا سووا مشكله اذبحه، يعني يسرق جريمه يعني لازم تذبحه عليها. فباقي هني قاعد تجي امدادات الحين شوي شوي، قاعد تعدل يتعدل الوضع، بس نخلص الشعب على طول. 24 ألف كان عندنا تقريبا واستهلكوه على طول. المباني متعورة هني بعد، ف يعني عندنا مشاكل كبيرة صايرة في اليمن. بس سبع مباني نقدر ناخذ، سبع، هذا راح يفتح لنا شيء كبير. هني جاء انزال بعد، الحين قاعد تجي انزالات ولا جيش سويدي هني او يوناني، ما في انزال بجهه ثانيه. ها طلعنا الراديو، حلو، فالحين نقدر نطور شنو هني، تطوير حق الراديو مره ثانيه، هذا قبل سابق الاوانه. ودي اني نطور الطيران بعد زياده، التكتيكال بومبر او الكلوس اير سبورت هذا نطوره شوي ونستمر في التطوير، نمشي اللعب لفتره بسيطه. باقي هذه النقطه 94، كم يوم يبي لك؟ 8 أيام. ليش قاعد تزيد؟ والله اليمن صعب انك تحتلها، منطقة جبلية خصوصا اذا فيها قوات مدافعة وعددهم كامل يعني. زين خذينا المنطقة اخيرا، الحين كلكم ابيكم تجمعون على المنطقة. اي عطنا التحركات هذه احبها انا. انزال الظاهر بعد، والله المفروض للامانة ان نحتل الميناء قبل لا نضرب المناطق الثانية اتوقع، لان هذه جهة امداد افضل. الحين يعني باقي هذه 36%، جت كل القوات اتوقع، ما حتى مع قدرتهم العالية على المقاومة، لكن يعني العدد اعلى بشكل كبير. 20 يوم وتنتهي المعركة، اتوقع لو يدخلون هذول ويوصلون راح تنتهي بشكل اسرع. فوضعنا شمال الحين نقدر نتعامل وياه. عندنا هني هذا شنو؟ شنو حمص؟ ارمز هني نقدر ناخذ المضيق كامل. ها هذول ربعنا يعني، ها اوكي ماكو مشكله حاليا بس باقي هذه خلنا ناخذها بعدين نتفاهم. هذول عندهم اسناد وعندهم شغل كامل، بس للحين مقاومين. ثلاثه باقي لهم، ثلاث كتائب بس قاعد يدمرون مطانينا. خلصوا علينا يا شباب، احتلوها. 67 قاعد يعطيها ضرب خمسه بعد، ها وماكو فايدة يعني، قاعد يقاومون. اعتقد الخطأ انه معطين هذا انه يتحرك كل القوات تهجم، لانه معطي الظاهر انه مو معطيهم كلهم يهجمون. والله الظاهر مو معطيهم كلهم يهجمون. يا خالد خايف على القوات ولا شنو؟ ولا تنطر هذول يكملون؟ خلي يضربونهم من ظهرهم يحتلون. طورنا هذا حلو. الظاهر من دشة المكسيك الحرب والامور العسكرية قاعد تصير، كل انزالات قاعد نسمع انزالات. المكسيك طبعا دشت الحرب، والحرب مع السوفييت والحرب مع هذول كلهم. باقي عاد اخر قطعه من اليمن 94، 5 أيام باقيه، 7 أيام قاعد تزيد. ليش قاعد تزيد؟ يلا احتلوها، احتلوا بريتش ملاي ولا اليابان؟ ما شاء الله عليكم، كل هذا اليابان، والله مو سهلين، والله مو سهلين. يلا خلينا نحتل هذه. احنا
هذا قاعد مطولين على غير سنة يعني. كم يوم يبيلك؟ 4 أيام. كل هالقوات موقفينكم، ما يصير. آخر شيء باقي لهم عاد كم يوم باقي له؟ يلا عاد. وآخر شيء يعطونها حق دولة ثانية. إيه تعال على طاري الدولة الثانية. خلنا نحتل هذه بعدين نتفاهم. آه بيرو. كفو. جايب لنا دروع. ما أدري شنو طلع. ظاهر ريسيرش ولا شنو؟ ولا لا مو هذا. الريسيرش عندنا ريسيرش زيادة. هذا نقدر نبحثه؟ لا. حلو. المشات ما نبي مشات، نبي دبابات. نبي دبابات. عطني دبابات. عطني دبابات. ما علينا الحين، بس نعطي خالد انه يدافع لنا عن المناطق الكاملة مرة ثانية ويحملنا كل الأراضي، ونبي نأمن بعد الأردن لازم نأمنها. والحين صار عندنا شنو؟ صار عندنا جيش كافي. أتوقع ان نقدر نطلع الجنود على راحتنا، يكملون على الأقل يسترجعون كل شيء. هذا يحتاج دبابات بنفس الوقت يعني، فنحتاج نسوي معدات حق الدبابات. فطق على الدبابات. والله اللايت تانك ما تصلح. خلنا نطلع الدبابة الثانية. خلنا نطلع الدبابة. نتأخر اللايت تانك حيل متأخر. نحتاج نبي الميديوم تانك بعدين نقدر نطلع الدبابات. فأنت يعني حاليا مالك داعي للأمانة، عشان أكون معك صريح مالك داعي. فلو أشيلك أفضل لي. بشيلك. هني عندنا البرودكشن لاين إديت. نزيد لنا إياهم. ابي هذولا، ابي هذولا، ابي زيادة فل مشات هني. هني يبي لها حركات، يبي لها فيلد هوسبيتال والحركات هذه. بس هذه نبي نتعبث فيها باخر شيء ان شاء الله. فهذه النقطة اللي بنوقف فيها الفيديو. اشكركم شباب على المتابعة. وحدنا هذه النقطة اللي بوقف فيها الفيديو. وحدنا فيها الجزيرة، قدرنا نسكر المكان، خذينا الاردن رديناها. بس بعرف شلون اقدر اخذ فرنسا. ظاهر اني طقيت عليها ورفضوا ولا شيء. فنبي نشوف شنو نقدر نسوي. ما ادري وين شلون ناخذ. نبي هذولا ما تعطيني اياهم كلهم. يمكن كلمه ثانيه الظاهر او شيء. فمثل ما قلت نبي نوقف هني، ونبي نشوف الشباب شو يقولون. عندنا الحين شوف المان باور عندنا قاعد يزيد، قاعد توصل 4000 وللحين ما اختفى. اختفى الحين. فنبي نوقف هنا. اشكركم شباب على المتابعه، وان شاء الله انكم استمتعتوا في الحلقه هذه، ونشوفكم بالفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.